معنا مراسلنا بشير الحسن. مرحبا بك بشير، كيف هي الأصداء بين النازحين حول ما قدمه المشروع العربي من أضحيات لهم خلال عيد الفطر المبارك، عيد الأضحى عفوا؟ نعم مساء محمد، بداية كل عام وانتم بخير وعيد سعيد عليكم ان شاء الله يا رب. يعني حملات المشروع العربي منذ رمضان الماضي ولحد الان ما زالت مستمرة في حملة تغيث الكرام الفريدة التي امر بها الشيخ يوسف الخنجر في رمضان. ايضا امتدت حملة اخرى هي كرام للشهداء ما ننحر ارواحنا، انطلقت في عملية الفلوجة منذ يوم عرفات ولحد الآن ما زالت هذه الحملة مستمرة، حيث نحرت أكثر من 643 أضحية لشهداء عفوا للمغربين من الصقلاوية الذين اختطفتهم ميليشيات الغدر عند استعادة مدينة الصقلاوية والفلوجة. هذه الحملة ما زالت مستمرة كذلك في يوم عرفات واليوم الثاني ما زالت هناك أكثر من آلاف الكسوة وزعت على العوائل النازحة في مخيم عملية الفلوجة. هذه الحملات مستمرة اليوم الأول واليوم الثاني وكذلك إن شاء الله بعد غد أيضا هناك أضحيات راح تتقدم للنازحين في مخيم عملية الفلوجة في مخيم بغداد ومخيم الفلوجة والصمود والزابع والبشار وعدد من المخيمات بليبز. ايضا هذه المخيمات ستشملها من كسوة العيد وكذلك نحر الاف من الاضاحي على العوائل النازحة في هذه المخيمات. طيب بشير، يعني هناك حملات جديدة كما ذكرت ينوي المشروع العربي تقديمها للنازحين ككسوة العيد وغيرها، هل من معلومات أوفى حول طريقة توزيع تلك الكسوة وعلى من ستوزع؟ إن توفرت لديكم تلك المعلومات من المشروع العربي؟ نعم مثل ما قلت زميلي محمد، الحملة مستمرة يعني في مخيم عملية الفلوجة، ويوم غد إن شاء الله هناك حملة في منطقة النزاف في العوائل التي عادت إلى هذه المناطق بالتحديد مناطق الحرابسة والبعلوان وكذلك الحسي. الكثير من هذه العوائل عادت إلى ديارها بعد أن تركتها منذ أكثر من ثلاث سنوات. أيضا ستشمل هذه العوائل التي عادت مؤخرا كسوة العيد وكذلك ستوزع عليهم لحوم الأضاحي، بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا مساعدات للمواد الغذائية ومال الشرب في هذه العوائل التي عادت مؤخرا إلى هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك هناك حملة مستمرة أيضا ستكون إن شاء الله في داخل مدينة الفلوجة. هذه الحملة بعد تصدير موافقة سيد محافظ الأنبار ولجنة الأمنية ستدخل أيضا قوافل المشروع العربي برعاية الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خليفة الخنجر إلى داخل الفلوجة بعد إن شاء الله عيد العوائل النازحة لها اليوم 17 من هذا الشهر الحالي. أيضا هناك توزع لهذه العوائل التي ستعود ان شاء الله ايضا مواد غذائيه وما صالح للشرب وكذلك ماده الغاز. الحمله مستمره منذ بدايه العيد والى عوده ان شاء الله اخر نازح الى مدينه الفلوجه. مراسلنا بشير الحسن، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.